Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Şerife kızı Ümmühan. Ya Şerife kızı Ümmühan. Ya Şerife kızı Ümmühan. Şükür ma kunt aleyhi min şehadeti en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah. Ve enne cennete hak. Ve ennara hak. Ve enne elbaase etiyetin la raybe fiha. Ve enne allaha yabatı men fil gubur. وأنك رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين أخواتي ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ربي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم يا رب قولي لا إله إلا الله يا أمي خان قولي لا إله إلا الله يا أمي خان قولي ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أمي خان قولي ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام يا أمي خان قولي ربي الله ودين الإسلام ونبي محمد عليه الصلاة والسلام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي لا تذره فردا وأنت خير الوارثين صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلامة على المؤمنين والحمد لله رب العالمين الفاتحة Cümleten başınız sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Şimdi 3 ihlas, 1 Fatiha birlikte okuyalım. Tamam. Hüküm Allah'ın, cümleten başınız sağ olsun. Rabbim rahmet eylesin, makamı cennet olsun inşallah. Amin. Rabbim sizlere sabır versin. Amin. Allah